بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في تقديم التعازي لأهل الميت؟ ما ايش؟ الضابط نعم، في تقديم التعازي لأهل الميت، خاصة وأننا نجد في بعض البلدان أنهم يقرؤون الفاتحة على الميت، وأنهم يستدلون بذلك بأنه إذا كان القراءة على المريض مثلا كالرقية، فالميت من باب أولى أن يقرأ عليه الفاتحة. ونرجو البسط في هذه المسألة لأننا نجد كثير من الخلافات في وقتنا. جزاكم الله خير. العزاء مشروع لكل مصيبة، العزاء مشروع لكل مصيبة، فيعزى المصاب وليس الأقارب فقط. قد يصاب الإنسان بموت صديقه أكثر مما يصاب بموت قريبه، وقد يموت القريب للشخص ولا يصاب به ولا يهتم به، وربما يفرح بموته إذا كان بينهم مشاكل. فالعزاء في الأصل إنما هو لمن أصيب، ويعزى يعني يقوى على تحمل الصبر، إن من عزيته أي قويته على تحمل الصبر. وأحسن ما يعزى به ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أرسل إلى إحدى بناته فقال: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأما اجتماع الناس للعزاء في بيت واحد فإن ذلك من البدع، فإن انضم إلى ذلك صنع الطعام في هذا البيت كان من النياحة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون ذلك، أي الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام، يرونه من النياحة. والنياحة كما يعلمه كثير من أهل العلم أو من طلبة العلم من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمعة. وعلى هذا فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة أن هذا أمر غير مشروع، وأنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، وأن الواجب على خلف هذه الأمة أن يتبعوا سلفها. فهل جلس النبي عليه الصلاة والسلام للعزاء في بناته، في أولاده، في زوجته خديجة وزوجته زينب بنت خزيمة؟ هل جلس لهذا؟ هل جلس أبو بكر؟ هل جلس عمر؟ هل جلس عثمان؟ هل جلس علي؟ هل جلس أحد من الصحابة ينتظرون من يعزيهم؟ أبدا لم يفعل هذا. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما تلقي عن الآباء وجرت به العادات فهذا يعرض على الكتاب والسنة وهدي السلف، فإن وافقه فهو مقبول، لا لأنه عادة ولكن لأنه وافق السنة، وما خالفها فيجب أن يرفض. ولا ينبغي لطلبة العلم أن يخضعوا للعادات وأن يقولوا: كيف ننكر على آبائنا وأمهاتنا وأخواننا شيئا معتادا؟ لأننا لو أخذنا بهذه الطريق ما صلح شيء، بقت الأمور على ما هي عليه من الفساد. وأما قراءة الفاتحة فهي أيضا بدعة على بدعة، فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعزي بقراءة الفاتحة أبدا ولا غيرها من القرآن. وأما قولهم إنه يقرأ بها على المريض، فنقول إنه يقرأ بها على المريض ليشفى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية، فهي تقرأ على المرضى ويشفون بإذن الله. لكن الميت ميت، هل إذا قرأناها عليه سيشفى؟ أبدا لن يشفى، هو سيموت، هو ميت، ما يبعث إلا يوم القيامة. كل هذه من الأشياء التي يجب على طلبة العلم أن ينتزعوها من مجتمعاتهم، وأن يعودوا إلى ما كان عليه السلف الصالح. فإذا قيل: إذن متى نعزي؟ قلنا: أولا العزاء ليس بواجب، غاية ما فيها أنه سنة. ثانيا أن العزاء للمصاب الذي نعرف أنه تأثر بالمصيبة، فنعزيه ونرد عليه المواعظ حتى يطمئن. ثالثا
أن العزاء المشروع ليس بالاجتماع في البيت، في أي مكان تلاقي في السوق في المسجد وما أشبه ذلك. نعم.